هذه الشاحنات التجارية والمحملة بالحجارة والمواشي منعت من إكمال طريقها فقط لأن أصحابها من بلدة عرسال. هؤلاء السائقون افترشوا الطريق المؤدية إلى بلدتهم احتجاجا منهم على تعرضهم المستمر للمضايقات من قبل شبان من آل جعفر، وقد وصلت الأمور إلى درجة إطلاق النار باتجاه إطارات شاحناتهم. التصرفات هذه تأتي بالتزامن مع استمرار آل جعفر بخطف 5 من أبناء البلدة. أكثر من 20 يوم قاطعين هالطريق على الناس، لا حدا لا بيخل، كلهم بيروحوا واحد بينزلوه بيطيروه بيضربوه وبيخطفوه. اللي عم يجي على نص مصلبيه اللبو على مفرق شاعد وعلى مفرق الدنيا كلها سوا، يلاقي شوفير بكب يقوش له بكبه ب4 دوليب وب6 دوليب وبيخطفه بيروح وبيمرق على الحواجز وبيقول له نحن مخابرات جيش. وين عم يكونوا بالقرب من الحواجز؟ اللي عم يلاقيه بسياحة اللبو قديش بعيد عنه حيز الجيش؟ نحن بنطلب من الدولة، بنطلب من الجيش اللبناني يأمننا حمايتنا. خلي هالدولة القوية، خليها هي اللي تحميني. منو شايف ان عرسال اللي راح من سنتين حمل القذف وضرب عدوريه للجيش؟ لا ابن جعفر اللي قذفني عاد 10 قتلي. طالما على نص حيز الجيش عم تتسلح وتنهين على نص حيز الجيش، وين هي الدوله؟ رئيس بلدية عرسال علي الحجيري حاول جاهدا مع الأهالي لإعادة فتح الطريق التي قطعت حتى 4 عصرا. نحن عدنا من نهار اللي حادث انخطف ابن جعفر وقاعدين بسوريا وقاعدين على الطرقان وبدنا نشوف نجيب ابن جعفر، بس ربعنا ابن جعفر لا عم يردوا علينا ولا عم يردوا على الجيش، المفروض هو الجيش يحط حد لابن جعفر. بطلب من الرئيس سلام انه يعمل امن بكل البلد، امن متوازن على كل الناس، ما يكون في ايد واجر، هذا بيمرق على حيز الجيش بيقول نحن لجنه امنيه، لجنه امنيه لمين تابعوا اللجنه الامنيه؟ لاي بنادق؟ اي بنادق حميتها اللجنه الامنيه؟ عناصر من الجيش اللبناني كانت قد فصلت بلدة عرسال عن القرى المحيطة طيلة فترة قطع الطريق. أهالي عرسال يؤكدون أنهم اضطروا إلى قطع الطريق بعد أن أدارت الدولة ظهرها لهم كما يقولون، وهم يطالبون الجيش بإعادة المخطوفين وبحمايتهم. من عرسال ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل.